السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي أحبتي، طبعاً للذين يدخلون أول مرة إلى هذا الفيديو أو إلى هذه القناة فأنا أعرفكم بنفسي أنا مصطفى من ألمانيا ساكن في ألمانيا في برلين أدرس الطب هنا في ألمانيا، اليوم أتيتكم بحلقة مهمة جداً 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 طبعاً قمت بالبحث والكتابة في أوراق لكي أقوم بالشرح لكم عن أشياء مهمة جداً. طبعا الموضوع اليوم هو نتكلم نحن عن موضوع مهم جدا وهو جهاز المناعة جهاز المناعة وكيف نقوي جهاز المناعة طبعا انا اتكلم الان على هذه الموضوع جهاز المناعة وكيف نقوي جهاز المناعة لانه يعني لكي نقويه من من الفيروس لكي نقوم بمقاومة الفيروس كورونا هذا الفيروس الجديد الذي يحدث معنا الان في العالم طبعا مثل ما قلت لكم سوف أتكلم لكم عن أشياء مفيدة لكي تقوم بتقوية المناعة لديكم طبعا وهي أيضا من دراستي أنا كممرض في ألمانيا طبعا أنا أعمل كمساعد ممرض وكممرض عفوا كممرض في ألمانيا وأيضا أدرس الآن الطب لكي أكمل إن شاء الله أريد أن أصبح مساعد دكتور او دكتور ان شاء الله في المستقبل يعني هذه المعلومات الذي سوف اقولها لكم هي مؤكده ومهمه ومفيده جدا 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 طبعا اغلب الناس للاسف اغلب العالم يقومون بالبقاء فقط في البيت ويقولون يعني لا يعملون اي شيء يقولون فقط نحن ننتظر الدواء اذا ياتي دواء او اذا ياتي لقاح لهذا الفيروس يعني و ويجب ان ننتظره فقط ياتينا هذا اللقاح نقوم بأخذه يعني باللقاح او الدواء وينتهي كل شيء وهذا طبعا شيء خطا فنحن لدينا الدواء بجسمنا وهو جهاز المناعه هو هذا الدواء في الجسم يعني اذا قمنا الان بالاشياء التي سوف اقولها لكم فانتم سوف تقومون بمحاربه هذا الفيروس إذا سمعتم كلامي جيدا طبعا أنا أتكلم معكم باللهجة أو باللغة الفصحى العربية لأنه لدي أصدقاء من جميع الدول العربية لكي يفهمونني ولا أتكلم فقط في اللهجة العراقية أنا أتكلم أستطيع أن أتكلم في اللهجة العراقية والسورية واللبنانية فلسطينية وإلى ما ذلك لكن أتكلم الآن في الفصحى العربية فقط لكي يفهمنا الجميع إن شاء الله. لذلك أصدقائي نحن ننتظر إلى أن يأتي هذا الدواء أو اللقاح لكن في هذه المدة يجب علينا أن نقوي جهاز المناعة الخاصة بنا إلى أن يأتي الدواء إن شاء الله طبعا اعتبر جسمك هو مثل المنزل والكورونا الفيروس هو مثل العاصفة فكيف سوف تحمي المنزل سوف تحمي الشبابيك تحمي الـ الابواب بالبسامير وبالاشياء وتسكر كل شيء لكي لا يدخل لك العاصفه لكي لكي لا تطير البيت الخاص بك. يعني اذا لم تحميه فالبيت سوف يطير وينتهي كل شيء. لذلك يجب عليكم ان تقوي جهاز المناعه الخاص بكم جيدا لكي اذا اتاكم الفيروس يلاقي جسمكم انه يعني رصين وقوي جدا ولا يستطيع ان يخترقه. طبعا الفيديو سوف يكون ممل بعض الشيء لكن صدقونني سوف يكون مهما جدا بالنسبه لكم ويفيدكم فائده كبيره ان شاء الله. طبعا انا سوف اتطرق الى عده اشياء تقوي جهاز المناعه ان شاء الله. يعني الشيء الاول هو سوف ابدا لكم به وهو عباره عن النظافه. نظافه الجسم. طبعا هذه هذه العباره او الكلمه سمعتوها انتم في اكثر الفيديوهات والكثير من الاشخاص تكلموا عليها النظافه ما هي النظافه النظافه طبعا هذا الفيروس يدخل عن طريق الانف والفم والعيون فنحن يجب علينا ان نقوم ب... بنظافه هذه الاشياء والايدين طبعا نقوم بإضاف... بنظافه هذه الاشياء لكي لا ياتينا الفيروس عباره يعني مثلا الشيء الاول هو اليدين يجب أن نغسل اليدين غسلا جيدا يعني نبدي هكذا نغسل اليدين وبعد ذلك نغسل هذه المعصم وهذا أيضا نغسل الأصابع هكذا وبعد ذلك ندخل الأظافر هنا ونقوم بغسلها هكذا وهكذا وبعد ذلك أيضا هكذا نقوم ب واحد تلو الآخر أيضا بغسلها بالصابون الصابون يكفي جدا لذلك و طبعا يكون 20 ثانية أنت تقوم بغسل اليدين بالصابون 20 ثانية يعني ليس خمسة ثواني أو عشرة أو ثمانية عشر حتى لو تستطيع تقوم بحسابتها واحد والآخر الآخر واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى عشرون عشرون ثانية وبعد ذلك تقوم بغسل يديك هذا الشيء الأهم والمهم جدا طبعا بالنسبة لليدين بالنسبة للأنف فيجب عليكم استنشاق الماء، تقومون بجلب ماء من الماء العادي باليد، بعد ذلك تقومون باستنشاق الماء هنا وبعد ذلك ترجعوه كل أربع ساعات تقومون بهذا الشيء مرة، طبعا ماء دافئ كل أربع ساعات لأنه الفيروس يقوم بالدخول عن طريق الأنف يبقى في الانف اربع ساعات بعد ذلك يقوم بالدخول، يعني هي كل اربع ساعات مهم ان تعملوا ذلك بالنسبه للانف، بالنسبه للفم، للفم طبعا يدخل عن طريق الفم الفيروس ويصل الى هنا الى هذه اللوزتين وهي تكون المقاوم الشيء المقاوم للفيروس، فماذا يجب علينا ان نعمل لكي يعني نقوي هذه اللوزتين او البلعوم لكي لا يدخل لنا الفيروس؟ طبعا أنا هنا في البيت عندي الإبريق الخاص بالشاي أضع فيه قطع من الليمون والماء الحار وقطع من الزنجبيل، الزنجبيل أعتقد تعرفون ما هو لأنني لا أعرف ما, ما اسمه اسم الآخر نعم فقط الزنجبيل، الزنجبيل والليمون ليمون قطع شرائح وزنجبيل لا تكثر منه وانما قليل جدا لكي لا يصبح الماء حار جدا لكي يعني لكي تستطيعون ان تشربوه فتشربوا كل يوم ابريق كامل من الشاي ما في مشكله طبعا الاهم انه يكون ماء حار يعني ماء حار وقطع الليمون والزنجبيل تقومون بشربه كل يوم يعني ابريق كامل ما في مشكله الاهم من ذلك انه يكون انه يكون تكون المعده الخاصه بكم ليست فارغه، يعني لا لا يجب عليكم ان تقومون بشرب هذا الليمون والزنجبيل على معده فارغه، وتكلمت عن النظافه مثل ما قلت لكم، والان عن العامل النفسي وما اهميته عن جهاز المناعه. طبعا كثير من الناس يقومون ب بالحزن والتفكير الكثير ويقولون ويشاهدون فقط الأخبار عن كم شخص توفى الآن في العالم وكم شخص أصابه الفيروس وأين في دولة العراق أو سوريا أو ألمانيا ولا ما ذلك وهذا سوف يقوم ب عمل العصبية لك والحزن الشديد لحالتك النفسية يعني لا يجب عليك أن تظهر أو أن تشاهد فقط الحالة السلبية للأخبار السلبية أو الحالة السلبية للفيروس وإنما الإيجابية أيضا يعني تشاهد كم شخص قد تشافى إلى الآن وتكون دائما فرح وتضحك دائما ولا تكون حزينا وتقول دائما لا يهمني هذا إن شاء الله وسوف لن يصيبني هذا يعني تعمل حالك أن أنت ما مهتم بأي شيء اذا اصدقائي الايمان بالله هو الشيء الاهم من ذلك طبعا اذا كنت انت مسلما فيجب عليك ان تصلي تدعي الله تقرا القران وان شاء الله الله سوف يساعدك بذلك وسوف يمر الامر عليك ان شاء الله بسهوله، وان كنت لم, وإن لم تكن مسلما فما في مشكله، الاهم انك تقوم ايضا مؤمن بربك ان شاء الله وتحافظ على النظافه الجسمانيه مثل ما قلت لكم والعامل النفسي ايضا، الان اتي لكم الى نقطه مهمه جدا وهي التنفس، الجهاز التنفسي، الان سوف تقولون لي ما هي ما هي علاقه الجهاز التنفسي بالتنفس الان سوف اشرح لكم ما هي او بكورونا سوف اشرح لكم ما هي الفائده طبعا للاسف نحن نتنفس حاليا اكثريه العالم تتنفس التنفس ليس صحيح وانما شبه صحيح يعني نحن نقوم باستهلاك رئتنا او استعمال الرئه نصف الرئه او شبه الرئه وليس الرئه كامله يعني نصفها لا يعمل والنصف الاخر يعمل الان سوف اشرح لكم كيف طبعا اذا كنت تلعب الرياضه فما في مشكله يعني هذا الكلام ليس معك لكن الذين لم يلعبوا الرياضه لم يمارس الرياضه عفوا فهذا الكلام لهم طبعا هذا الشيء أيضا مهم جدا يعني يختلف عن النظافة الجسمانية والعمل النفسي والتعامل مع الله إن شاء الله لكن التنفس الجهاز التنفسي هو مهم جدا إذا سألتك أنا الآن ما علاقة أو وظيفة الجهاز التنفسي سوف تقول لي هو يزود الخلايا بالأكسجين خلايا جسم بالأكسجين صحيح لكن ليس فقط ذلك وإنما الجهاز التنفسي له وظيفة ثانية ومهمة جدا جدا وهي الجهاز اللمفاوي. الجهاز اللمفاوي الذي هو يحتوي على الكريات البيضاء في الجسم يعني هي الكريات البيضاء في الجسم مثل الجيش مثل الجنود الموجودة بجسمك وهي التي تصد الكورونا اذا ياتي وهي الذي تقوي جهاز المناعة لديك. الملخص سوف اشرح لكم الملخص وليس طبيا، المطلوب منكم هو ان تقومون بالتنفس العميق، الشهيق والزهيق العميق يعني مثلا هكذا الزهيق يكون بطيء لكي تستطيع ان تأخذ هواء كثير وتعمل الشهيق مرة ثانية، التنفس العميق هو مهم جدا أيضا، الآن أنا شرحت لكم عن عن التنظيف الجسماني والعامل النفسي وتعاملكم مع الله وأيضاً الجهاز التنفسي التنفس العميق الآن سوف أشرح لكم عن بعض الأغذية المفيدة طبعاً أطال أطال الفيديو عليكم أعرف ذلك لكن أتمنى أن تسمعوا أو تشاهدوا هذا الفيديو إلى الأخير وإن شاء الله سوف يفيدكم ضد كورونا ان شاء الله. طبعا من الاغذيه المفيدة هي الثوم، الثوم مهم جدا مثل ما قلت لكم الثوم تستطيعون ان تقطعوه مع اللبن او بدون لبن او تستطيعون ان تقومون بطبخه مع الاكل فهو مهم جدا وايضا يخفض ضغط الدم وهذا عامل ايضا اساسي بالنسبة لكورونا ضغط الدم. ايضا مثل ما قلت لكم الثوم والشيء الثاني هو الحمضيات، انا هنا لدي علبه فيها فيتامين سي، العلبيات في الحمضيات عفوا فيتامين سي، فيتامين سي هذا مهم جدا اما ان تشتريه من الصيدليه لكي تقوم بكل يوم اخذ حبتان او يعني هو ياتي اما حب او اما هكذا قرص. في الماء وتشربه فيتامين او تشتري حمضيات فيها فيتامين سي، لانه للاسف الجسم جسمنا نحن لا يحفظ فيتامين سي، لذلك يجب علينا ان ناخذه وهو ايضا يقوي جهاز المناعه لدينا، لدى الانسان. الشيء الاخر وهو البروكولي او السبانخ، تقومنا بطبخه نصف نصف طبخ يعني ليس طبخ كامل للسبانخ والبروكولي والفلفل الاحمر. والزنجبيل مع الشاي والليمون مثل ما قلت لكم منذ البدايه واللبن ايضا طبعا شيء مهم جدا اللبن مع الثوم او فقط اللبن او فقط الثوم والمكسرات مهمه جدا للجهاز المناعي مثلا اللوز اللوز هذا كمثال من المكسرات او ليس كمثال وانما يجب عليكم ان تاكلوه اذا استطعتم اذا كانت لديكم الامكانيه والعسل والشاي الاخضر واللبن مثل ما قلت لكم هو مهم جدا جدا طبعا هذه الاغذيه موجوده بكل مكان اعتقد بكل العالم ان شاء الله ومتوفره واتمنى انه عجبتكم هذه الحلقه ان شاء الله لليوم وكانت حلقه مفيده لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناه كان معكم مصطفى من المانيا احبتي واصدقائي اذا كان لديكم اي سؤال يمكنكم ان تكتبوه لي في الخاص او تكتبوه في التعليقات تحياتي لكم واتمنى الشفاء للجميع ان شاء الله